السلام عليكم زينات، وشراكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم طليت عليكم مقبلات مشرقيه من اروع ما يكون. واش نقول لكم يا البنات؟ واحد المقبلات اللي يعني تلقاوهم في ارقى واغلى المطاعم المشرقيه، يعني سوريه ولا تركيه ولا لبنانيه، ايادي جزائريه. عندنا لهنا عندنا سلطه حمص ولا فتت حمص، كل منطقه كيفاش يسميوها. وعندنا تبي الباذنجان، وعندنا لاموس نتاع البيطراف ولا نتاع الشمندر. ما شاء الله يا البنات، واحد المقبلات من اروع ما يكون. هاد المقبلات يا بنات يعني راح تروح وتلقاوهم في اغلى وارقى المطاعم بمبالغ يعني معتبره. خدمناهم غير في الدار، مكونات يعني بسيطه وفي متناول الجميع. ما نضوش عليكم خياتي اكثر من هكذا، نخليكم على فيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل وما تروحوش بعيد. بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. اول مقبله راح نبداو بها خياتي هي فتت حمص. انا وشترت لهنا 250 غرام نتاع حميه صايه، بصح شمختها ليله كامله والصباح غليتها في الماء والملح. نغليها ولا نطيبها يا البنات حتى يعني نحسها بدات تذوب، يعني نطيبها فوق اللازم. عندي كمون، عندي بو نتاع ياغورت ناتشور، عندي حبه قارص، وعندي شويه لي كلاصون، زوج سنين الثوم، والمكون الرئيسي والاساسي اللي هي الطحينه. فوالا يا بنات شوفوا القوام ديالها. انا هاد لابواط خياتي شريتها 32000 وتخدم لكم يعني شحال من مره ما شاء الله. نجيب الحميصه ديالي نرحيها في اشواغ ولا في روبو حتى وين نشوفها يعني ترحت معايا تري تري بيان. فوالا يا بنات، بعد ما ترحت معايا هكذا مليح مليح نجو نحطو باقي المكونات. راح نحط قلنا واحد الربعه ولا خمسه هكذا نتاع لي كلاصون، نحط معاهم زوج سنين الثوم، نحط معاهم زوج مغارف كبار تاع ياغورت ناتشور ولا نقولو بو كومبلي. وحطيت معاهم مغارفه تكون معمره مليح تاع الطحينه. ما ننصحكمش تحطو كتر يا بنات باسكو الكو ديالها بزاف قاصح وراح يخسر لكم المقبله ديالكم. نعصر عليهم حبه قارص كومبلي ونحيا دوك العظام باش ما يطلقولناش مراره. فوالا، نزيد نحط عليهم هكذا رشه صغيره تاع كمون. انا استغنيت البنات على الملح لهنا باسكو الحميصه ديالي نطيبتها بالملح، يعني بنينه ما كان لها نزيد لها الملح. نكمل نرحيهم يعني مليح مليح حتى نتحصل على قوام كريمي. وفي الاخير نحط لهم قيس نقول واحد الربع مغارف خمسه تاع زيت زيتون ونزيد نرحيهم شويه. وهكذا تكون فتت حمص ديالنا ولا سلطه حمص واجده. نتبل باذنجان واحد البنه يا بنات، واش نقول لكم؟ معنا باش اسكو انا نحب بزاف الباذنجان، عجبتني ولا هي صح بنينه يعني حتى لهذاك الشيء ما شاء الله. انا بزاف نحب هذا المتبل يا البنات. نجيب حبيبه تاع باذنجان نشويهم، تحبوا تشويهم يعني في الفور ولا تشويهم، انا شويتهم في الطابونه عادي. نسي يعني نحي لهم كامل هذاك الكحل، ما نخلي حتى حاجه باش المقبلات ديالنا تجي صافيه وتجي شابه. قطعهم هكذا تقطيع عشوائي في الاشواغ، نحط عليهم بو نتاع ياغورت ناتشور، زوج سنينه تاع الثوم، كيف كيف عصير حبه قارص. وهم يعني في الاساس البنات يحطوا لها زوج مغارف تاع الطحينه، لكن انا استغنيت عليها باسكو الطحينه هذيك تقتلكم كامل الكو نتاع الباذنجان، باسكو انا نحب بزاف الباذنجان ماذا بيا نحافظ على داك الكو. وانتم لكم الاختيار. نرحي كامل المكونات مع بعضها والمقبله ديالنا ولا متبل ديالنا راهي واجده ساهله معليه. 10 دقائق ربع ساعه قبل الفطور وانتم وجدتوا احلى واروع مقبلات. نفرغ الباذنجان ديالي هكذا في الطبيسي ونزينها وندوزوا للمقبله الثالثه والاخيره. واش عندي البنات لهنا؟ عندي ثلاث حبيبات تاع بيطراف يكونوا شويه كبار، نكون يعني غسلتهم ودرتهم في لاكوكوت يطيبوا بالماء والملح. بعد نجوز نقطعهم هكذا تقطيع عشوائي في الاشواغ. انا البنات اشيتهم، نتوما تقدروا تربيوهم، تقدروا ترحيوهم يعني هكذا تكدكوهم في المهرز، لكم الاختيار. نحط معاهم بون تاع ياغورت ناتشور، ونحط معاهم زوج مغارف كبار نتاع فخوماج فونتي ولا اي فخوماج توفر عندكم يا البنات. انا نخدم توجو راكم تعرفوني بالموندور هذا تاع تخوا فخوماج فيه بنه هايله. نرحي المكونات مع بعضهم والمقبله ديالنا راهي واجده. عندي واحد لاموس تاع البيطراف روعه 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 يا البنات، شوفوا البنه ديالها ما تشبعش يا البنات صراحه روعه. ندوزو نشوفوا المقبله ديالنا في شكلهم النهائي. هذا متبل الباذنجان يا البنات، انا كتزيين حطيت له هكذا شويه نعناع باش نكسروا لاكولا في الوسط، حطيت رشه نتاع فلفل عكري، قطعت لي طوماط شغيت هكذا زينت بها ودرت له هكذا بعض القطرات من زيت الزيتون. وهذه فتت حمص درت لها هكذا يعني دخلت الفرشيطه في العكري زينت بها ومن بعد درت لها رشه نتاع كمون وهكذا قطرات تاع زيت الزيتون. وهذه لاموس نتاع البيطراف اللي
ما نحكي لكمش يعني راي راهم الصور راهم يعبروا على روحهم. انا لهنا نجوز ندوق لكم ونعطي لكم رايي بكل صراحه. بسم الله. شوفوا يا بنات وبكل صراحه انا هذا الفتيت حمص هذه ما عجبتنيش يعني حتى التم. باغ كونط وليدي عجبته بزاف. يعني لهنا تبقى مساله ادواء. مانيش نقول لكم هكذا يا بنات باش ما تجربوهاش. اللي تحب الحميصه نورمالمون تعجبها. انا جوغ ما عندي حاجه في الحميصه عجل هذيك اللي ما عجبتنيش بزاف مي المتبل البتن تلوش نقول لكم يا البنات هذيك البنه وهذاك القوام. يعني شوفوا المنظر ديالو يبان كيفاش ليس كريمي. قد ما نحكي لكم عليه قليل يا البنات المتبل البتنجال 10/10 يهبل وبنين بنين بنين ما شاء الله. ولا مستع البطراف ولا تاع الشمندر واش نقول لكم يا البنات واحد البنه واحد لا تيكستور تهبل ما نقدرش يعني نوصف لكم هذاك القوام ولا هذيك البنه. نتمنى من كل وحده تجرب هذه الوصفات وهذه المقبلات وتفرح بهم العائله الكريمه وليداتها والديها وتنورني بدعوة خير وتنوروني بتطبيقاتكم الزينة اللي راكم فرحيني بها ما شاء الله. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم. ان شاء الله تبارطاجوها مع ناسكم وحبابكم باش تكبر عائلتنا وتكبر لمتنا. الى وصفة قادمة خليتكم في رعاية الله وحفظه. سلام.